حاتم الناجي اللي كيقول انه هو اللي سينيال الملحمه على اليوتيوب وراسل الاداره ديال اليوتيوب، وعلى اثر الشكوى ديالو اللي راسل ارسلها لاداره اليوتيوب تم الحذف ديال الملحمه. والناس كيقولوا ان المده ديال الملحمه بقات هي 13 دقيقه، وبعض المقاطع اللي دوى عليهم المخرج باقين هما زعما ما كاينش. لا 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 انا نشرح لك بالنسبه لهاد القضيه ديال اسمينو، ماشي انا اللي كونسيرني، لان السيد اللي هضر معنا ما هضرناش هاد المفهوم هذا. كانوا بعض لي زيماج، يعني بعض الصور ديال المغرب، يعني بحال الصوره ديال الجامع، بحال حيت حنا اغلبيه الصور خديناهم من اليوتيوب، يعني خديناهم ما يكونش فيهم ليبغ دو دوا دوتور، ما يكونش فيهم، ما يكونوش ديال شي حد، يعني يكونوا ليبغ اللي كيكون، حيت كاينين دي زيماج لي ليبغ يمكن لك تاخذهم. فهو بغى الصور ديالو يدوزو في الملحمه، يعني دوك الواد اللي دايز وهذا صور غير زايده، حيدنا له هذيك، حيدنا له قبل ما نديروا هذه الملحمه ولا ما نديروا هذا التغيير، حيدناه حنا قبل. لان مثلا انت جيتي صورتي معايا ما عجبتكش راسك ما عجبكش وقلتي لي انا حيدني، ما ساني معاك ما والو، غادي نحيدك، ما كاينش مشكل. يعني ماشي زعما خلقات شي تغيير في الملحمه. الصور طلبناه منهم باش يديرهم، ما بغاش هو، ما بغاش، قال لك اودي انا خصني فيهم الفلوس، ولا ما بغا هو على حسب ما قال لي السيد اللي في اليوتيوب، وقيلا باغي يدور فليسات واحد 20,000 درهم ولا 30,000 درهم. حنا ما عندناش هذه الامكانيات، والصور خدينا عوض ما ناخذوا دوك الصور ممكن ناخذوا صور اخرى. فهذه غير مساله ديال، لان هذا عمل ماشي تجاري، ماشي غادي نبيعوه ولا غادي نخرجوه كاسيطات ولا، حنا درناه عمل باش نعبروا فيه على حبنا لوطننا وحبنا لبلادنا وحبنا لفريقنا، وبغينا المغرب ينظم كاس العالم. هذا هو علاش يعني درنا هذا المجهود كله، هو يعني بدايته واخره حب للوطن فقط.